كويس. طب طمنا عن فريق 2005 السنه دي، انت مدير فني 2005، قبل ما تقول لنا اللعيبه والمواهب اللي عندك، السنه اللي فاتت كنت مساعد، السنه دي مدير فني، ده حقيقي. ايه اللي بقى الاختلاف ما بين المساعد والمدير الفني؟ ما يمكن انت سالتني سؤال من شويه الاصعب باللعيب ولا المدرب، قلت لك لا اللعيب اسهل. اللعب اسهل. طبعا بكتير. يمكن انت عاصرت ان انت اشتغلت فتره مدرب في التدريب. لا التدريب صعب جدا. اولا انت المسؤول الاول والاخير عن الفريق كامل. فريق بجهاز طبي، باداريين، بعمال، كل ده مسؤوليتك انت. اي خطا بيحصل في المنظومه دي كلها انت الاول والاخير المسؤول. طيب تيجي انت اي نتيجه عن الفريق نفسه انت المسؤول. اولا انت المسؤول عن الاحمال التدريبيه للعيبه، وانت المسؤول بتعد فريق كامل من اول السيزون لاخر السيزون، وانت اللي هتسال عن كل النتائج. بس النادي الاهلي موفر لك جهاز برضه مساعد كامل. لا ما انا بقول لك النادي الاهلي الحمد لله كل الاجهزه اللي موجوده في قطاع الناشئين في البدايه، بس عشان ما انساش طبعا انا بشكر كابتن خالد بيبو على يعني في البدايه بشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي واللجنه الفنيه ان هم رشحوا واحد زي كابتن خالد بيبو بصراحه، لان هو من الناس المخلصه في العمل بشكل قوي جدا. وبنشكر طبعا في البدايه كابتن فتحي مبروك والناس اللي اشتغلت قبل كده في القطاع كلهم، كل الشكر والتقدير ليهم على المهمه اللي هم ادوها بنجاح الحمد لله. واحنا كلنا بنسلم بعض اسامه زي ما انت عارف طبعا، ده نادي الحمد الاهلي الحمد لله، واللي ده اللي متربيين عليه جوه جدران النادي الاهلي، كلنا بنسلم بعض وبنحترم بعض. كابتن خالد استلم المهمه، من ساعه ما استلم بامانه عامل شغل جميل جدا ومحترم، وكلنا بنشهد له بده. في نقله السنه دي ان شاء الله لقطاع ناشئين موجوده، فيها عمليه تصفيه تمت عشان يتم اللعيبه تفيد الفريق الاول في النهايه، لان احنا كلنا كان عندنا كثافه وزخم غير طبيعي في قطاع الناشئين اسامه بلا فائده. كنا عايزين ندعم القطاع، دايما القطاع موجود ليه؟ عشان يدعم الفريق الاول. انت دلوقتي لما عملت التصفيه دي قدرت تستنقي افضل العناصر عشان تقدر تدعم فيها الفريق الاول. انت طبعا فريق 2005 ما تمش دمجه، انت محتفظ بالقوام بتاع السنه اللي فاتت. ده حقيقي. عكس الفرق الثانيه 99 مع ال 2000 وال 2001 مع 2002 والثلاثه مع الاربعه. ده حقيقي. يمكن انا الفرقه الوحيده اللي انا خدتها زي ما هي، لان الفرقه كلها دمجت، حصلت عمليه الدمج دي كلها. ودي كانت مهمه كبيره جدا بالنسبه للكابتن خالد وطبعا والاجهزه اللي موجوده كلها في القطاع الجديده كلها. يمكن بعض العناصر الجديده كابتن ياسر رضوان وكابتن محمد شرف وكابتن سيد غريب، وفي احمد صديق موجود معانا ومعتز اينو، كل الناس دي موجوده في القطاع كله، يعني شغالين بشكل كويس، وان شاء الله نعمل موسم ان شاء الله يليق بالنادي الاهلي خلاص ويليق بقطاع الناشئين. وده لازم اسامه في الاساس الاول، يعني يمكن كابتن خطيب لما قعد معانا في بدايه الموسم اول اجتماع معانا قال لنا احنا كل ده عشان خدمه الفريق الاول. تمام. نطلع نشأ محترم، اذا ما كانش الفريق الاول هيستفيد منه نقدر نستفيد من الاولاد دول، نطلعهم اعارات، نطلعهم بيع، النادي يستفيد فيهم في المستقبل زي ما حصل دلوقتي اسامه. ودي حاجه تحسب لمجلس الاداره، ان يرجع دلوقتي عندك ناصر ماهر رجعوا طبعا تاني، بيكهام رجع طبعا، وهو دايما انت لما تشتغل بتشتغل في ريال.